ايه يا حنين يا جبار، بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في ذاك وذاكيت مقول دي لغلواني السريد قبلان أو النينين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول في اللون مرحبا يسوان أور السريد النغو والساع السريد ويس 18 وقوريين يعني أن رمضان غاسك نقلة نزوم مسيين 21 وسان أن عرضت قبل يعني غدنر في استقسين النون أن بارتاجي هكايا هكا أن الزوزر أنا الزوزر إن شاء الله السريدين نغ سينا كنا أنا بذو أدن تسر إن شاء الله في استقسين نون هي عيون تاغ شوية يكون وذا غني الزوزر ثيث أسمر أنا وطن عدي 150 كي مذان نار مذميتين إمار نيان أنا بذو إن شاء الله أكا. عليكم السلام الشيخ، عليكم السلام الزول. تمدي في قرزن تمدي في قرزنك أي ثمثل إن شاء الله يكون وين الخير ودي عزيزا في الله، وإن شاء الله أدنى يمخيران ذي ثم السنة أو أين وشو يغيو لها ربي سبحانه وتعالى يلدي غد غرغرس يعني ثم لنا ذوين إذمر. على كل حال أتستقسم في الناس دعو ياخذ شوية يوم وذن أذحلون أي مضان أذحلون هذه سحلو ربي كري لان داموطين وني لان وريح لو يا يعني وطانيس ان شاء الله دي السرخ في ربي في اللاس دي السفسوس ربي في اللاس سبحانه وتعالى وسيجعل نشتني تاردا قد نوبثيس مرة إيه أنا عرضت ثكا عيون تاغي وكني نزوزر إن شاء الله سينا كينا نبذو إن شاء الله عقلي يكون 71 يذنا إلا نسريد قبلة زوزر شطح أثياس وجد غدا طاس يعني يستقسيا ما إلا إكفي غد الوقت خرصو ما نخدم واحد تروا كارد ركنيا واحد 45 دقائق إن شاء الله أدنر فطاس يعني يسقسي نقلا غنوط 74 إلا نديدين قبالة إيه عرطث خرصوم زوزرثيث دي تربو يعمى حكم الصوم بالجنابة دي قرزورو أشباية الصوم سالجنابة شموري اللي في اللاس بإذن الله عز وجل إصحى يا لو كان وثرتر ثرذنين العبادة أرخي دياوين لوطون أم القرآن على حساب العذر كيطفن يعني بنادم الصيام ينك إصحى يوطر سيدي ربي ثاردا ثم قران تنتاوي تسيد سنيان العبادة يوكلني أن الظال أنا عمه إني جو إتيديون أون فرونس إي جو ترافاي السلام عليكم دون لا ريستوراسيون رابيد إي جو بريبار دي ساندويتش أفيك دو لا فيوند دو بور سولا إيتيل ليسيت ما إلا يعني 99% المعنى يعني غير سوما حلو فارس ياغن في الله ذوي ذي لن ماشي دين سلمان فإذا نخدم أشمري اللي بإذن الله سبحانه وتعالى خطر الكفار وثني خطبارة وقسو ثرار الزيس ربي سبحانه وتعالى يوكلني هذا خدم من الأحكام من الشريعة التفصيلية هذا نتعاوذي سيدي ذي ما يالس الكافر يقار السيدي ربي أذفد غير الإسلام تيت إذا الحاجة تم زواروث تيت التالوف تم زواروث كي عنان كتشي آمن سأركان الإيمان تكشم تدار الإسلام سنة كنا أكيد نخبر شطح شطح سويني إكي عنان دي الأحكام مرثيليت ذي نسلم ومن شروط الوجوب نخريق لان دي الأحكام الشرعية مرث رحمة كتب الفقه أتفهم شروط الوجوب أتفهم شروط الصحة وتفهم شروط الصحة والوجوب نغ الوجوب والصحة شروط الوجوب ثم زوال وثماطين تفهم واحد الإسلام فشو توجب الحاجة اني مثلا تظليث فشو يوجب كذا فشو يوجب كذا أتفت الشرط اني منزو الإسلام المعنى سوري وجبارة غنشت اني أو في العبد يقلان
أمذان يلان ماشي ذين سلم أنا عمه هي أكا أنا عرضت كي كان قلا غنا نزوزور ثم الطوثي وثورا يا كان يدنا ثقول ثراث وغال ثراثين ثقول شد ثقول شد ثقول شد يعني ثقول رعد ويد المعنى ينس ثقبيلي ثيوت السنغارة كل يوم تقبيلي ثيس وتقبيلي تقول شد ما إلا المعنى تقول رعد نغث الراد أقول ريع أشموري اللي في اللس إيريران أريلي نمتعمذ وين الرز رمطاني سسيح ملاثي زوم وثير من بعد رمضان من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن تقيأ فعليه القضاء دقار وشبحنا النبي صلى الله عليه وسلم فالعبد ميلي تعمد دنتالا ديرن السنين أثير ميلا غلبنتي ديري راني طقرتني دكا يقول رعد لم يدولين أرق مشي سي وزعيتني دنا غير راد يعني ذي أشموري اللي في اللس بإذن الله سبحانه وتعالى بإذن الله هي عيون تاق لغ يميان إذنغ يميان وثنين عيون تاغي وكني غنزو الزر ان شاء الله السري ذي النخ ان عرت كي كان عند لا نستقسيين هلا هلا غادي نرفل اللسان وعليكم السلام ما حكم كتابة التمائم كتابة التمائم مقلص ما الا المقصود زي استحرزتين النيا يلان يعني وري بنال هذا شو توحث بنت تمائم تحرزتين نغذى ذي نتعلقا العباد أين تعلقا بلك هاث أمث من قوش تم إكلا كيف إذا كي ضغني غير نسنت التمائم ذي الحاجة زعما ريكي سبيع ذن طيطة ريكي سبيع ذن لبلا ريكي سبيع ذن يهوى فما إلا ذي الحاجة يقول لند الشرابية وتوفها مرة زي طلاسم كنس قارا طلاسم ذي الحاجة وتوفها مرة ثي أوري جزارة إذا ما حلتك شمج السحر طبعا وتشمج الشرك بالله سبحانه وتعالى أما لن خير العلماء يجوز خير تلوفا كم الإمام أحمد مثلا يجوز يون أذي كتب سوف لن الحاغط نغسوف لن الحاجة وكتابا أذي كتب سوى من الحاجة مثلا من الزعفران ذي الحاجة لن ذي الدواء أذي كتب سي سكيا الآية أذي كتب الآية ثبان باللي ذوال ربي سبحانه وتعالى ومن بعد أتخدم غير داخل ومانا كيا ومن بعد عبد هذه سوء الحاجة اللي غادي يلبون يمانس الحاجة اللي غاينو مقارن النشرة غاينو مقارن النشرة وذيك تخدم يعني بس حتى لي سوى ولا رب العالمين سبحانه وتعالى أذي كتب الآية سوء الحاجة اللي نثتوات هاي الحاجة اللي ندوها كم ماء الزعفران يوندني ومن بعد يوانا تبغار دخل وامان وذيسو امان النيع اما كن يرقى يعني انشتيا جوزن تكران العلماء والدوار انسخلط جارسد يعني وغير الحاجية الواحية ذوينو من تسمي يعني في حرزتين النيع يدرويشن يقزانن يخدمني سحرورن اكسيتيرا اكسيتيرا تورا انا نرنو شويه نزوز ريث مثلا ونطل يعني ارجو كان نواليا اكنين النوم على انعلق الجروبية انواليا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله صح رمضان نونك مثلا بون ام دي جي لوناس لوناس يقرد جو في لو كارام مي جو في با لا بريير هل الصيام مقبول صح فطورك الشيخ ان شاء الله هذه اللي مقبول من هو غير يعلم من باللي مقبول الصيام وين الصيام كذا سيدي ربي سبحانه وتعالى ولكن هل يا ترى يصح ودن قرر هل يا ترى مقبول لا القبول اذا قال سيدي ربي ازمر يونس وذاين يصح الصيام ينساش مورثي خوص وري الرزاره ونعلم مرة ربي على مسكرة لحاجة غير يتجن العمل يسبلك هاتي علق وثق بلا ربي سبحانه إذا لازم نفرق يا مثلا ير سنث تمثالية أوقت أريلي صحة صحة العمل شروط ينسكل اللان ولا شيء يسبطلان مثلا صحة تظليث ولا شيء يسبطلان تظليث صحة الوضوء ولا شيء يسبطلان الوضوء الواحد تمثال تطنين هل يا ترى يقبلي يا ربي ميخدم غنشتني لو يقبل لا كي غادي نير باللي الصيام ينشي صحة وري لا الشروط صحة الصيام هذه الظال يون
من شروط صحة الصيام سنت الحوايج غورنا ثامن زوث النية، نية الصيام تشميك الأعمال. الشرط والسين ده سهلا نمطين، الشرط والسين الإمساك عن المفطرات، ترك الصلاة ولا شيء تقل المفطرات يونا ذي حبسي مانيس وريخ الدمارة أين ريس بطلون أزومينس. الإمساك عن المفطرات ولاش الزيس للطهارة الكبرى للطهارة الصغرى أبار أين لند المبطلات بانند كنزول دم الحيض كنفاس مثلا الجماع المكلة اكسيتيرا تذكي تروزن رمضان الوحيد الحوايج يطنين. أما سيد تمثلت باللي انتظر ليس باللي وين ناون تزلارا يزومنا غيقيم سيين العبادة يكتش من العلم ربي سبحانه وتعالى المعنى يسعد دنك ذي الكافر. هل يا ترى تارك الصلاة كافر؟ عاد حسب ان في الهضره قال سنت الواحد سيدي ربي كي قرض تارك الصلاه تيقلان يومان ويتزومو ما الدليل انه ذا المؤمن يقلا يمن يتزومو يتزومو يا ربي سبحانه وتعالى يومان سي القران يومان سي الاسلام يعدز غف تظل يغفل غلبيستين في سيسيس اكايا وين كي عود ضغط ذا المؤمن ذي نسلم وينسلم ان شاء الله وتتخيب رب العالمين سبحانه وتعالى. لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض يكون وين المؤمنين ربو تستطيع على العمل نون يخدمي ورقاز ناخذ خدمي تمطوث يكون وين مرة ثرو حمد قل بعض ناس ورقاز الوحي تمطوث ولاش الفرق يعني ما دمت اللي مد المؤمنين ربي سبحانه وتعالى ما يلصح العمل نون انت رايح حكمنا في العمل اي ماشي اذا كيني رايح حكمنا وانما كديني اصحاء العمل القبول اثنج يا رب العالمين سبحانه وتعالى. انا عرضت غني نغاون ان عيونا نزوز رقل يكون 153 ما الا كل يوم نزيون يزوز يعني غير نادي ونلعب ذا نغالي 300 واش يكون يجازي ربي الخير ارنو الزوز ثكيا اقلا نتردى في استقسين نون. لا حرج للمسلم في مس لحم الخنزير. أفهم من جوابك تقر سهيلة أفهم من جوابك يا شيخ أن لا حرج للمسلم في مس لحم الخنزير شموري اللي إن يقدر بوت سمارة لحم الخنزير ماشي معنى سؤثت السمارة زمر غاد أد الدماغ الزلوغ مثلا أحلوف ما إلا تربيث وثفك غي وقجونة ثيات وثفك غي زم ما إلا تربي غي زم ما إلا تربي ثسدة ما تربي غيلة ما تربي يعني أد الدماغ سو مني وسنتفك أش موري اللي أش موري اللي وإنما وتتسارى هكا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. اذا من نتلسي ثنا سمار الداس نزمر حالا نفرح نزمر حالا يعني ولكن يحرم ربي اثنتش انتش الحاجه النية الماكله الحاجه النية ايضا الحرام ماشي اهتلصت فهمي. اذا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. عيون تاق لغي 163 الله يبارك يتساليا يتساليا ايه عيون تاغي وكني اضيوت السري ذي غر وطسي مذانا اقلاغي 167. ما حكم اعطاء زكاة الفطر للاقارب مثل الاخ والاخت والخالة والعم اذا كان الاقارب في حاجة ماسة ويحسبون يحسبون ماشي يحتسبون يحسبون من المساكين يجوز نند وستكتار عن الزكاة سواء زكاة الفطر نغذ زكاة نسجس زكاة القوت وستكتار يوني تسيال حق النفقة وتتسيال أو تتسكر يوني الدرياس إلا ندو الكلافاس ثم طوثيس إلا ندو الكلافاس الوالدينيس نتسان وتتسكر يوشو لأنه تسيال الناس ما إلا نخصن تسيال الناس النفقة يلو كان دنتيذ مثلا نتسي غنى نثني موسى عن هرا أذو غالا نتسايل ناس النفقة كني نتسايل مراني لي يعني نكني ونزميرارا نتسايل في الوالدين النغ النفقة أني لي مزيا غاني لي ونزميرارا مثلا نتسايل في اللسن فالنفقية مشتركة غير الأصول الوحيد الفروع الأصول وحيد الفروع. وما ما يلث عن الزكاة تمطوث الزكاة تمطوث يعني زكاة القوت نسجاس
تامطوس تزمرات كي وين تبغى ايواشو خاطر حدور يشود غير يريس الحقيين زرفين النفقة وري اللي ذي الواجب في اللسة تنفق في رجازيس وري اللي ذي الواجب في اللسة تنفق في ميس وري اللي ذي الواجب في اللسة تنفق في باباس نغع في يماس نغع في عميس نغع في خاليس في اي واحد حتى ما في يمانيس من باب الضرورة ما يلو ليش واردين فقا في اللسة تنفق في يمانيس بالصح يلو كانت لا تخدمت ما يلا تسعى حديتي تتعيشن ذوين تتعيشن كني غي ذي الواجب في اللسة دين فقا في 18 نيا ارجازي ساعة 18 تخدمت ذن تغارين فقا في اللسة ارجاز يسعى يماس تخدمت انت يزمر الى اخره اذا انت راه ينفقنا في يماس النيه لو كان يماس النيه تخدمت ارجاز يسعى اللي استخدمت ولو كنت كاردي مليارا هكا انت راه ينفقن يعني الضروريات الدنيس غفي اللي سقل يكون 177 ان عرض ان نرنو ان الزوزر خلصهم يعني قلي جروب هكا اتصل لي جروب ان اذا يعني يزمر الحالة ذي لين وإذا راغي تبعا إن شاء الله أنا عدي غروس تقسيطنين غروس تقسيطنين سلام الشيخ أسكو لي فلاتولونس خروج الريح كي سميسا لي فلاتولونس نسيسيت ان روتور وطواليت بور سو لافي خطي خطي ما إلا ذا بحري كان يفغني يعني ابن آدم ماشي لازم هذه روحها هذه عوضة ذي استنجي هكا حاشا ما يسحس باللي يفقد الزيس الحاجة يعني سواء يعني غزاتنا غزدفير ذينا إمرني وانا ذي روح هذي السارد وذي السيزدي يمانيس يوكني غذي عاوذ هذي يغ الوضو وما ما إلا ذا بحري كان يسيفغن ويوم أريد تعاوذ رذي استنجاء يوكنا ذي عاوذ الوضو السلام عليكم وعليكم السلام شكرا يا شيخ حكم اليد اليسرى فوق اليمنى في الصلاة كما نرى بعض المصلين كما نرى بعض المصلين ترى ثلاثة مسلتين من يعني الأمور المباحة في الصلاة ماشي من من المستحبات ناكرة مباحة يواشو لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت باللي الزلكا يثبت باللي الزلكا يثبت يعني يخدم إن نحن معاشر الأنبياء نضع اليد اليمنى فوق اليد اليسرى في الصلاة فيزول لك سوف الله يذمر نيس يزول لك جار يذمر تعبوت يسرسيت داغني عف تعبوت يسغل الجهان طيمت نبنادم بل لو يثبتن يسرسيت حتى داون طيمت كي يسرسي فاسنسي سنين أديت في يعني أفوسا ظلمات كي ثقبت فوس وذي سرس في الله يعني ناغ ذي سرس كي وهي يثبت يزول لك ولكن أكثرية الصحابة رضوان الله عليهم كأبي بكر وعلي مثلا وعمر واذا هي زولا غرثا قارني وثبتنت في الله سنطس الاحاديث زولا السدل وذويك اختار الامام مالك فظل ثيا باللي اتخدم تفسني هكا ماشي اكاي فكنا دنيني السهالة وين يجوز نكا وين يزول نكا تجوز الصحة وين يزول نكا الصحة لانه ريك شمال نشتي يعني نقل اركان انتظليس الهيئية وثيك شمال نقل اركان انتظليس وانما وين الا نخدم مسكين يعني نفوس ظلمة تشوف له فوس يفوس اصلا صح كان اللي خدم فوس يفوس فوس يعني ظلمات يوكني هذه الساغ اين الا عند الاحاديث باللي يثبتها في النبي صلى الله عليه وسلم يزول الكيفيه ثاني يكل ولكن يخدم فوس يفوس فوس ظلمات هل الصوم على جنابه بطل باطل من الندين كيف تتم التوبة والنصوحة ونتحكم بالنفس كي لا نعود للمعصية سيد ذا الطراز ذا من نوغ أري خذمي ونر ميموس أرمي موثر ماذا يني راح يسدوني سيئا بلك ذي نوب اللي ذا ينور تعاوي ذا رذي خذم الدنوب فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ويلاقيون الحديث يعني انه لين كران الذنوب ظل سقن بنادم ماذا يعني ثفنا الدوني سيسار ماذا يعني فغي الدوني سيا هذه توبه ربي في اللان كان مثلا وانما التوبه النصوح المعنى ينسى تشغال تغر سيدي ربي يعني التوبه اني يصفى النصوح بمعنى صفاء توبه يصفى الشروط ينسى التوبه النصوحيه قارن يعني الندم الاقلاع الاستغفار والعمل الصالح أربعة شروطين فوين ندم أتندم طاف المعصية
ومن بعد تحبستها في المعصية يعني وتعزمتو تعاود ترى تغال تغار غرس أتستغفر ربي عز وجل وتطلب ربي السماحة الستر أتوعظ الوعد الوعد حقاني ماشي الوعد نخود ديبنا ماشي الوعد ننتي حيلة وإنما ومن بعد زمان حال توعد سيدي ربي زمان حال عدينا كورسين ثلاثة أربعة بالك سكاس أتعاود تتغلي تدخل الناس تلني بدات بالك كيكلح الشيطان كيني شتي ديري كذا يعني ثورة كملت مقر مادام خلفت الوعدك واحد سيدي ربي أرنو كملي المعصية لا كل مرة تغليت توب كل مرة تغليت المعصية يعني توب 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 عاود كان فالاستغفار أتطلب تسمح يا ربي شرط ويس ثلاثة شرط ويس أربعة العمل الصالح العمل الصالح مطلوب فيك الذنوب ومن بعد يعني اي عمل صالح تصدق تتزاد تستقم ما تعصت لوالدين تغلت طوعت الوالدين ما الا خدمت لا غير الجاره تغلت خدمت الاحسان ما الا سكيت ديبت تغلت تهضرت سيد تسمى اكسترا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم ولكن إلا كرا الذنوب إلا كرا الذنوب العمل الصالح نسنتي بينا غي سنتي ربي سبحانه وتعالى بينا غثيت دا شو تتخفر من الحاجة نيا ني غترت المظلمة إيوي لك ني كيتسايلنا كنيا مثلا تخمت معصية من المعاصي تشي طرمطان متعمد من بلا العذر الشرعي ذكرت طرمطان كيان الحصون ها دايا أتندمط أتعاود تحبس ديك الغفان شتايا أتستغفر سيدي ربي وتطلب تزي السماح وترت السنية من العمل الصالح ترت السنية وترنو تتخمت في الاستغفار إطعام 60 مسكينة نغ صيام شهرين متتابعين أكام لن يعني ولكن لن كان الأعمال تكفر ثم الحنث في اليمين يعني من الظهر التص يعني تكفرين لن قدين ومن بعد لن كان الأعمال ذين شد غريزة رفاني يمذانا تطمطيون تكست ساموريس تخرتيس تكست الحقيس تهضرت في اللاس الغيبة كل رد المظالم إلى أهلها يون مثلا إتشان أكل نيمس إتشان أكل الجاريس إتشان أكل الجاريس غصر بين إندن إيتوب إتسر ياسي ربي إن يصار بسمحية غيني خدمة ما يلدر نرى الشرط ويصار بعا غي ماشي التوبة أي قرأت لي التوبة وتقبل ربي غير ماذا يعني تصحي التوبة يعني غير ماذا تود الشرط ويصار بعايا أسترتيني كتسايا لكني رد المظلمة يعني استرت أين استشيت كن جهل نفتشيت سددري من أغو استريت أرار طاليس تشيت ثقر طالي إلى آخره استرت المظلم أينس يلو كان دي الغيبة أتطلبت السيسة سمح يعني كان دي الغيبة تغتبتي تخدمت الغيبة في اللاس كذا كذا جرمت الزيس ذفير وعروريس أسمعتي تملقة تستينيت يعني أي ما إلا يون الوقت والله رغل بي الشيطان ونعلم ماشي نخدم هضرة في الله مشي لازم تنت هضرة في الله يا ذوي يا ذوي ولكن علمه باللي علق الغيبة توبة قري الضربية يا لو كان يسامح تحسي غري يعني تهضرت واحد يون العب ذكا وش دي قرر سامح غيك فحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاححة يزمر وين يقول لان يتسألك الحاجة من يوم القيامة أدياس يوم القيامة أستكت الحسنات يعني كموث سعيطر الحسنات سوى شو غرس تغرمت أديك صربيك السيئة أثناء عبد النيف طلمتك النيا أكي أنت دي سبب بيا نعم نرنو يونس قصيديا السلام عليكم الشيخ كي حرز ربي ان شاء الله ما كيسيون بور لي زاكيت او سغس بور بلوس دي كلاريفيكاسيون استزمرت نوني من سين وان ماشي ديك راه زكاه نو سغس اجمعتي كاين السعيت يا مدان جسمين جيلي ندي شتشيت بلغت النصاب ادني نيت بلغت بكور رمضان يلي ندي النصاب ويقر دقلي سيباري يعني واحد 3 ميل 200 يورو يعني وذا شيء زاد عند اف اف معيشتي زاد عند يعني اف فين تحوجت هكا المعنى ينسي غنك سيدي ربي سبحانه وتعالى الجواهن يا 3 ميل 200 3 ميل 300 كيا يتسالي تسطر على كل حال
ومن بعد اتراجو تلميذين دو سكاسيه اتزرت دا غنما الا سعيت ليكيفالون ني ا بو بري هكا واحد 3300 سينو وغالي يعني لي سيت مثلا لا موسكي دو باري لا غروند موسكي دو باري نير لا غروند موسكي دو ليون مثلا نير دو ليل نير دو مارسي اتزرت يعني غندي وط النصاب شهريا نص قسيا خاطر تيكون خدمت هي الاكور يعني خاطر زعما الحال يتسالي زعما الحال يتسطر مي لا موينه كي وندني اونتر 3 ميلي 300 اورو ا بو بري مي الا مازال تسعيت انشتني ماشي المعنى يصلا الصوم ني اللي ندي قيمه نتحرستي تيكس داخل تخزانت العباد هكا تيكوالي غلطن العموره تنسن لا نهضر في لاريشيس انا بنادم يا لو كان خشمنا كي 3 مليون روايا غرس نسمانا هكا يوطد الوقت ندي تحسبت النصابينك تحسبت شحال سعيت لاريشيس شحال سعيت لجيبك شحال سعيت للكونت شحال سيالتي من الدنيا شحال شحال ما الا تعدات لا صومية المعنى سيلي ندي يطفيك النصاب بس كي سيطفيك النصاب ايه توجب في الله الزكاة ومن بعد فاش هو غارث السفط يعني غايا مذان ما الا تلي التاجرة ترنوت لها السلعة ني تقيم لها غني ترنوت غي صور ذي ني تحسب كل شيء وتكستينك تسيل المدن اي نيك تسيل نوثي تسويل ترى ماشي ذاك لك فاثي تكسط الحساب ومن بعد اتزكيت فين يدي قيمة ما الا السعيطار طال يعني تسيلتي في مدن ذي على صنفين سين الصناف ما الا دار الطال اراد يغال انت ضمنت باللي غاد يغال والعباد انه كنت تسنارا اتسوفات في الناس الزكاة ما الا دار الطال الا انت شكت الزياسي علق بالك العبد انك تدير بالك هذي طول بالك وشدي تسرارا وصدمين طار بالك دي قل ذي غاتي تحسبت النصاب اتزرت ما الا تعدات النصاب بصح ما راه تعديت تزكيت وتزكيت راه في الناس بصح اتعلط قلباليك باللي كل ما رديك شمشي طح قرطال النير تسال تسيون مثلا 2000 يورو ما كي كان يف كي يخد سنسور مثلا قرطال النير اسم قصار طلا في يريس يف كي يخد ارطال سنسور دين دين اثي تقسمت على 40 اتشوف 2.5% الزيس واثي ترنو تغري صور دينك هرمادو سقاسي طنين شمناك 2000 يورو كيف كيف تزكيت سير بلاس خاطر تطفيت الزكاة بصح توعلقن خاطر ود زكانا راه قاري في السنيك سلاما والطمان باللي اثنت ملكتي ثاني يعني يزمر الحال وكدت توغال نارا اسميك دوغالن توجب يمير 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 توجب الزيسن يعني الزكاة والله تعالى اعلى واعلم الشيخ اسكو يجوز يون هذه الرز رمضان اغل اذان لا راديو بيس بيس تالمو يبعث الجامع وسن سلارة ايه الله غالب يا جماعه معليش اش موري اللي ان شاء الله ولا راديو بصح زر لا راديو انت مدينتي لا راديو يعني من الولايه هناك إيه الا تقرب طار ورص ما الا السين في تكي ولو كان من باب الاطمئنان السين في واحد 30 سكوند السين في واحد دقيقه باش غسر به لا الغلط الاخيره يمرني الرز باذن الله سبحانه وتعالى اش موري اللي في اللس باذن الله الزول 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 مرحبا كوم موا شيخ جو سوي مسلمان مي جو بوا دو لالكول تو لي جور جو سوي توجور مسلمان بيان سور عقلي كي نسلم مادام فقرت دن كي نسلم يونو كي تكس الاسلام ينك ادي سي ونا ديال ديفولي كي دينك تشي ديال الكافر ذا العاصي غيما اكل النغ نعصو كل يوم كان عالم عندي تيمرك معليش تيديني انا كيا بوان الا ليني كل يوم زينا يعلم عندا يسعى لخصاص عندها يتمري ولا شوين نتيدي جملا للانبياء والمرسلين عليهم السلام كاع صم ربي ورغلينا راه يسخن الناسين ورغلينا راه المعاصي ورغلينا راه كبائر الذنوب ولا في صغائر الذنوب على كل حال وذنبنا راه اطلاقا زعما ما غلطن قال اجتهاد ولكن وذنبنا راه غلطن قال اجتهاد قال حاجه ومن بعد سندي صح الوحي اسنيني سمسلت ني تخدم ماكن لو كانت تخدم ايه ايه خير يعني بين المفضول والافضل حاجه مفضوله اسندي فيك ربي سبحانه وتعالى افضل من ذلك زمرنا غلطون قال اجتهاد ولكن ماشي المعنى ينسى عصوم ربي ماشي المعنى ينسى ذنبن ماشي المعنى ينسى غلين يتخنى الناسين ماشي المعنى ينسى ديال العباده الا اطلاقا زمرنا غلطون قال اجتهاد الخطا في حق الانبياء جائز اما الخطيئه
في حق الأنبياء فهي ممنوعة يعني ومرفوضة ومرفوضة عقلا ومرفوضة دينا. سلمقا من الأنبياء والمرسلين أغروان ديثني الصوت سيدي ربي سبحانه وتعالى نكني أجمع وبارد ديني غسمي أجد من طلب ربي الهداية طلب طارد كشي دارني الهداية قويني نخص نكني إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى ونعلي مرة وري قربا غير سيدي ربي عز وجل الذي كشينا نكني Sachant qu'on peut lire le Coran sans être en ablution, peut-on faire raka'at sujoud en lisant le Coran apparemment, non, merci, sahaf, tourk, khatir. Mais il a un qarra le Coran, il qarra une nagh, nagh, htag le mushaf, nagh, mathalan, yag, portable, kay, un support, ou ce qu'il y a, on va nous tadr l'ayen sujoud. Asmerani lis le wudu, imerni an sujoud sujoud tilawa. Aka. سنة مؤكدة ولم بعض الفقهاء يرد من الواجبات ما إلا ماشي على وضوء لا أتنبدل ذكر ربي سبحانه وتعالى وما ورد يعني أتصن الأذكار يدعوذن يعني العلماء ثمسلتي ولكن الأصح زيسن أن نغتيني تربعي بردان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أتعذرت الذكرية جمكان يعني من سجود التلاوة أرجوك أنا j'ai vu une vidéo faite par une femme américaine elle versait du Coca-Cola sur une tranche de viande de porc et il y avait des verres qui en sortaient والعياذ بالله الله أعلم أيما زميرا راه ديني لكني ماشي لازم حاشا مذاين ان ناخد باللي ثلاثة كتشاوث باللي يطرى يبلي باللي يزمر ربي غير يحرم الحاجة ذي الابتلاء يجرب ربي باش هذي يزر منه ممن اطاع الله وممن ينقلب على عقبيه هكني يبدل القبلة القبلة عن الصلاة 17 شهر لم تظلن بيت المقدس ومن بعد يوطد الامر سيدي ربي ثورة بدل من القبلة ثلم تظلم 17 شهر 17 وقور بيت المقدس ثورة رمت غير مكة وبدل المسجد النبوي المسجد القبلتين المسجد قباء واذا كيك لي يقبن المساجد النقل وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت النبي بدل القبلة هكا ربي ناد ليعلم ممن ليعلم الله ممن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه باش يجرب ربي من هو اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذوينا ريلين اتسد من السبة وكنا ذي نقلب في النبي صلى الله عليه وسلم وذي نقلب في طرنيس وذي رق المنس ودا كان فإذا ربي ثيك والي تجربة بلا ما إلا حفتها في الحكمة يوشيك حرمتها يوشيك فرضتها نعم دايما العبادة مرة ذويني يحرم مثلا ربي سبحانه وتعالى ذويني غير سحال ذوين أعلم باللي ذي المنفعة أعلم باللي ذي الفطرة ذويني وفقا الفطرة يخلق ربي سبحانه وتعالى في اللسة مذان بالصح وانت راجو يارا ارمذين ان ناخذ الخمر يتطرون الخمر يتنوغون الخمر السهلة كي كل باش انت وقنع امرني مالا ماشي الطاعة غير ربي امرني الطاعة ولا غننغ وينين تخمم اكسيتيرا نو كيف كيف اكسو محلو فين ياخذ ربو تستمر وتستمر ان ياخذ تستمر الجفا وتستمر ان ياخذ تستمر اذا من مرج مذان اكسيتيرا وتستمر إن ياخد زلوم وسمر تسمر على الحيوان هذا نخدم كنا سيدي ربي ذيك الشيء دينا كني نطوعي كسيدي ربي نطوع النبي نك هكا فسيد الحكمة ثمن زوث يعني باش جاش تقارع بالله دي وجب ربي الحاجة هذا حرم ربي سبحانه وتعالى في اللعنة يعني الحاجة peut-on travailler à la synagogue ni gawnd izmer yon hadi khdem hadi khto kan afin shuddan ghdiyan nsen mliḥ afin yani salat nsen afin yani ad'iya nsen wrid sharak rak el amr ni amma hadi khdem hadi tsiyaq hadi khdem hadi tqa'id tiqan hadi hadi khdem da' assas hadi khdem yitabad el hwayjik اش موري اللي في اللاس هذه خدم لا سيناغوغ نا ليغليز نا اندي بويل يعني نعم واني
وين يهلكين وريزون مرا شحال يخلص النادي يعني واحد 5000 فرنكي واستساونت دي تطرري وين كان لان بعض العلماء قارن ارمى 3000 فرانكي 3000 فرانكي وشو يعني غزلوا مد نسمي اذا كنيا الفطرة اربعة مد نسمي اربعة تكميشين تقريبا واحد جوج كيلو مران جوج كيلو المعنى يصير ربع جوج كيلو اهنا 500 غرام ضرطل يعني اشحال يسوى ورطل يسوى 30 دينار مادام نقرض الفطرة 120 دينار 40 نص 30 دينار وإذا كي لا نشد انت كان كغسمي اذا كنا نقرض على الاقل الفوارون دايره كي بشوي وانا هذه طمأن وليس كذا وين وليس كذا ما نطمأن هذه تحس باللي يعني قدم الصدقه جالس لسيدي ربي يفذاد يعني مانيس فدية طعام مساكين فنند 50 دينار ان شاء الله اخفان سليستع باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ايما امير قارك زور عبد اللوطا اما السي ان شاء الله ولكن قرمطان يحسي غيره اشحال الفضره نسقاسه النايه وندي الجزائر 120 دينار جلوروب 7 اورو الكندا 10 دولار الامريكان 10 دولار نعم السلام عليكم الشيخ كيف تتم التوبه ذي نظري سيد هل الصوم على جنابه ذي نظري سيد على اطس يعني استقسيين ديان الرد في اللسان نروح ان شاء الله غير استقسيين ون يقلان يعني ودنا الرارة في اللسن Pourquoi faut-il un tuteur à une femme majeure à Sheikh serait-elle considérée comme mineure par hasard إذن نغي لس عيش لازم نقيم مرث مسلتي نشيطو حياة مثلا الإسلام يثمسلت الزواج كان ماشي يثمسلت الخذ مينس حوايج تيوتور يثمسلت يعني العباده يثمسلت حتى السفر ينس الناس المحرم الناس المحرم ينتاث مي اسماري الى ما نوطمان العلماء نند ما الا اكس الخوف باللي هذه اللي حد يعني غير يقمش نطمطو اتياتي لسن قالوا حرمه سالتي لسن فكاسنا الى اخره تزمر تسافر تمطو ثمانيس يعني اتصل العلماء دي هضر ثيا قلنا غريون من الحديث وشبح النبي صلى الله عليه وسلم باللي هذه بالغدينا كذا وكذا غير ماذا الضعينه يعني تمطوث الضعيفه تروح تسافر من صنعاء الى حضر موت لا تخشى الله لا تخشى الا الله سبحانه وتعالى على نفسها لا تخشى الا الله والذئب على غنمها وتقذ بلك هاتو الشنس يعني ولينس يبغى ديني وشبح النبي صلى الله عليه وسلم يزمل الحاله الدياسيه وان الوقت ثاني ذا هذه لي غلامان والطمان مليح ان اذا ثمطت زمرة سفر يعني ما نساش موري اللي ويد كاني وان هذه وين وليس يعني غلامان والطمان يثمسلت اياه وريو قذرة في ليس وريو قذرة مثلا في سمطوثيس وريو قذرة في التماس الى اخره ذي كان اذا المقصود اما ثمسلت لا تيوتيل ثي ثعنا ثمسلت الزواج ايمانيس ثمسلت الزواج ثمسلت الزواج في ثلاث مذاهب مذهب الامام مالك مذهب الامام الشافعي مذهب الامام احمد اجلان شرطن ركن من اركان عقد الزواج الولي نتمطوث الولي نتمطوث مزيتنا مقار تزوج يكن وتزوج لا يكن مقل ثلاث مثل الولي ركن من الاركان وشو ربي سبحانه وتعالى ناد انكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل 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 ثلاثه تكوال ازدي تعاوذ النبي صلى الله عليه وسلم الامام أبو حنيفة 50% جنس لمن تبعا الإمام أبو حنيفة طفيت سيدي جلا تركيا فرحت كلمة لاشين وليك كل تبعا الإمام أبو حنيفة مكة ف الإمام أبو حنيفة المذهبين التلاميذين اكسترا نندي يعني ثمطوث ما إلا فوط ان سيرتان اج ماشي تصم الزيان تتزوج ماشي يعني مولات 12 سنة 13 سنة سنة الدنيا سنة كذا لازم ذي مولي نساس دي خفارة لازم ما إلا صوت غيون الوقت ثاني ذا تعقل مليح تفهم الدنيا تسن تعلم ذا شو تخدم اكسيتيرا الولي ماشي ذا الركن الزواج ناس اتسيلي غا كان الثيبي قلن تزوجية كان
خاطر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا لا تنكحوا البكر حتى تستأمر وإذنها صوماتها، لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها صوماتها، ولا البكر حتى ولا الثيب حتى تستأمر وهي أحق بنفسها من وليها. بدي أغسل قلوسها وقيل رمطاني السكرية وطرم بالك نغدي الندى النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن. البكر تنون زوجها رمطي إنيك مولاني لازم تشاورا، يا لو كانت شاورا ومن بعد ما يلو فانت السوس مثل النحشة ما دين انت سوس مين سكا ذي العالمة باللي يعني فكاد فكاد اول الزواج باللي فرضا ايا لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها صوماتها، ولا الأيم نغثيب والأيم نغثيب تنك زوجنيا كان يموث ورقازي سمنزون نغ إبراياس نغ فرق السلخول عناغ سلحس المهم تزوج يا كان من قبل، ولا الأيم حتى تستأمر يعني ذي غل الأمر وهي أحق بنفسها من وليها ذي غل الأمر غريف السنس تفهميت فرأيت مثلا إيوا شو يجعل ربي سبحانه وتعالى نغ النبي صلى الله عليه وسلم نغ الفقه الإسلامي في عموم النصوص يعني جعلن باللي الولي ضروكن إيوا كنا تتوحرز تمطوط إيوا كنا تتصوتنا راهي ريساوان إيوا كنا تكثنا راه ذي الحرماس لأنه وزمان ترى تربي توت لا سوسيتي غتقل إيديال ومن بعد باش غتطبق حكم من أحكام الشريعة الإسلامية. أحكام الشريعة الإسلامية توطبقنت ما يقع في المجتمع اللهم بارك مريق عذارى غاثن توطبقنت الأحكام خطر باش غتصوت يعني غادي يوط المجتمع مجتمع مثالي ولاش ورد هضرنا كي ولاش زمان النبي صلى الله عليه وسلم لن 300 منافقين في روايه لن 70 منافقين مقرنا ولا كي تبع قلند تبع يعني غزوه احد وطن واحد 300 زيسن يعني المنافقين ظل نستفير النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا يعني باش يون زعما سينو باللي داين تقعد لا سوسيتي كلاكيا وي سي تاني دياليست انسان مثالي يتراجون الخريف الليالي لكن سقارن ذا المحال هذه في يعني وانت تبخسست يعني الشتوى مثل ما استنى انت يريست فكيف كيف لا غنولنا غير وين باللي غير ماذا يتبدل لا سوسيتي ومن بعد ليديال انه ثم الطوطه تروح تزوج بلا ما تشاور باباس بلا وين ماشي كاين موك ماشي كاين موك خاطر لن يريد ساون راه دير لسن اباباس تمطوطه هي دير لسن عمي سار دير لسن خوالي سار دير لسن يماه سار دير لسن الحرماس ايوا كنا تتوحرز تروح سده وتشطط مولاني سد العز الحرمه سيزكوين داغني غاسمارات حوايج ولانيس اه انت في غرثة ماس خطر يعني الزواج سيد داون تشتطن سن صرضين سن ساثان عام ولكن دا نصرضي مولانيس وذنو هني تسوفغا نو هني سيعلن السر نو هني سيعلن الحرمة نو هني سيعلن القذر الى اخره غرثة قارة من هيك سواحرزن تتوحرز تواشولت تتوحرز الحرمة تتوحرز تمطوط النية داغن وهدرنا را في اللاس يير إلساون أردت تغارنا كا غر الحرمينس. Puisque vous parlez d'art, je voudrais vous dire qu'il y a des films historiques, des romans historiques, philosophiques, etc. Mais ils comportent des scènes embarrassantes. Quoi faire, lire ou pas lire, regarder ces films ou pas. Thayed Hitchin a un film qui a été fait en ce moment. انه ما الا تواليت الحاجه الا تفغي الاخلاق نعم تواليت ترى طبعا يعني على العموم اريد جزارة تطلط يعني الامورية ما الا فغنت يعني الاخلاق اريد جزارة ولكن إذا حالي وانا ذي غليق المعصية الى اخره بصح هذه تغل دماغ سيدي ربي سبحانه وتعالى انا قال ما الا الحاجة اني لازم يعني غتوالي وان مثلا ذي الحاجة فيلم تاريخي في ستان دوكيومنتير ومن بعد إذا حالي مثلا زي سكرا لي زيماج اكلكا ولكن من باب الضرورة اسمري يشطح يعني الخبث يغلبيث وين اللند العالية فان شاء الله متجاوز عنه ولا ينجس لكن دقار النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجس اذا بلغ القلة والقلتين كما قال عليه الصلاة والسلام. رشف نينوس لميا سيل فو بلي الشيخ ابري لو ديسي دو مون بير جي ان تري فور سنتيمون كي اي او بارادي كي لي ذي الجنة الحمد لله
هل يعد ذلك شركا بالله؟ لا لا خاطئ، ان شاء الله انتم مني الوالدين ناخذ بك يا عزيز في لنا مره اهنا للجنه ونقرا يعني رحمهم الله سنعفو ربي نطمع بالذي ينقل الجنه نطمع باللي غنصلح ان شاء الله هو كنا نلحق خاطر نحكم نشهد سن باللي غنذ العباد العاليه اسمري مثل ومذان ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما الى شهد في الله 40 مدا ذي العباد العاليه الدينين باللي العبد ان شاء الله ذوذ من الجنه ان وجبت وجبت له الجنة إنك ما إلا ذغن العباد الصالحين شاهدنا فيه والعياذ بالله باللي يمرق يتمطي إلى آخره وتهنان الزياس ويبدو أنه ماشي العابدين السلام يعني أو فشو غير شاهدنا كنية فأذكر الملائكة نغدك ربي سبحانه وتعالى سين الملائكة ثيس وجبت يعني الشهادة سن سعى زاد غر سيدي ربي سبحانه وتعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ولكن الشهادة تسيليا نشهدي ونبلي غير موت ذي المؤمن غير نشهدي موت ذي الكافر يعني نزمر نحكم فيه وانا كبلي ويا ذي الكافر خاطر نسنيث يتقامش الإسلام يتقامش النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن رأس القرآن استهزايا في القرآن استهزايا في الزليز ويا الله دا انت حكمنا في ايماني ساديني كذا وكذا شو تصنع في العبدية ما الا وصرغ الحال الدنيا ولدي هكذا شهر الدنيا الحساب يصغر ربي ولكن نكنو نشهد راه باللي ذي المؤمن الا العبدي طنين الدنيا انشهد باللي ذي المؤمن الا وغد السوال ترى يثمثن مثلا ذي النجزام السري ذي النخ فإذا ولله هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى وإذا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى باللي بابا مي إن شاء الله هاتي قبل رب العالمين سبحانه وتعالى صرح ما ينس خطر يموت المؤمن اللي طاع سيدي ربي سبحانه وتعالى اش موري اللي في اللس وإذا كان يخدم من تصانا كيا إن شاء الله يعفو ربي ويكون يعفو معلش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحة رمضان لك وصحة فطورك ما كيستيون دو لابار دو ما بيل مير ال دي الفي كذا كذا تقوم بصلاة بعض الركعات قبل الفجر في نيتها للوالدين والأقربين المتوفين خطي انشتيان العلماء تظلي سن ظلري وذني موسى نزمرا سن نزوم نزمرا نصدق في اللسان نزمرا سن نقرا القران نزمرا نسبح مكان سن نزمرا سن حج نزمر اسن نخدم العمره اما الباقيه خطيه ونخدم انا يعني تمثلتين تظليث تمثلتين تظليث يعني باجماع العلماء انه انتظل رايون يا اما سنقطو يا اما سنوهب يعني تظليث النير الى اخره ولكن الاعمال طنين الا الاختلاف قال العلماء حد يجوزيث نتحدو انت يجوزا ما دام لا نوي كان تجوزا ادنيني ان شاء الله باللي اضو تنطر سيدي ربي سبحانه وتعالى فرحات زيزو قالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ سلام لما لم يكتب القرآن الكريم كما نزل وشكرا خطر ضربي قبغان أكا أذي توكتب أكني قلا اللوح المحفوظ أكني قلا قل الكتاب المكنون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون السماء يعني الدنيا أكني إثدي وين سيدنا جبريل يوريست النبي صلى الله عليه وسلم قرد سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أحد علماء الصحابة قرد كنا نؤلف القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف ماشي التأليف النثورة كي وندك ثبث ثابت من عنده لا نؤلف زعما نسمسوا يقال لا تسيطنين يعني لا يغير نسمي لقايت واحد اللاية الفلانية ولا يا تنسمي لقا واحد اللاية الفلانية ومن بعد تياتني ياريت صورة الفلانية تياتني ياريت صورة هنا تصورة سياتي تنس زواريثا تياتن سبورا إيثي هنا صرحتك وين المعنى التأليف كنا نؤلف القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يسني قارا ويتسد جبريل كل رمضان يراجعه القرآن يعني هذا عاوذ هذا زر الحفظ من أحقانين الرسول صلى الله عليه وسلم من كي توارد سبنت الآيات من كي توارد سبنت في صورتين ومن بعد وشو سيدي السطر رب العالمين سبحانه وتعالى بارور در كرونولوجيك لمده 23 سجاسا
خاطر رب العالمين سبحانه وتعالى يتعالج كم الدواء، يتعالج الاحداث الدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، اسمي لي مكه، اسمي يروح المدينه، اسمي يخدم الغزوات، اسمي يهضر ذو ذين، اسمي يهضر الواحد النصارى، اسمي يقول الامه من القاعه اكسترا. المعنى نسال قيمه نشتني سعى غزال في جانب الاصلاح، في جانب الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، في السن المصلحين اتعلم انت لا ثلاث دم تقبل انت لا ثلاث دم من بعد، ولكن الاعجازنا القران الكريم في كثير ربي سبحانه وتعالى، الاعجاز العددي، الاعجاز الترتيب، الاعجاز الموضوعي، الاعجاز العلمي اكسترا، يشد غير وكن يرتب ربي سبحانه وتعالى غواليس مثل دي هضر يكتب يعني نقل لوح المحفوظ وسوان، ومن بعد السطر سيدي ليله القدر سيدنا جبريل غري اني منزو غير الكتاب المكنون يا بيت العزه، ومن بعد يستدر شطح شطح الزيس على مدار 23 يس جسن يوشو استطرد أين وحواجني مذان لقل وقت النية. فوريزميلا دي السطر الفاتحة تمنزوث، ومن بعد السطر سورة البقرة، سورة البقرة تهضر بوكو بليس في أهل الكتاب. والرسول صلى الله عليه وسلم محسوب في مكة دروس وانديك معامل الوحي ذا أهل الكتاب يعني، وإنما يمعامل الوحي المشركين نيك عبد الله العزة ذا هو بلد اكسترا. فالسطر ضرب سبحانه وتعالى أين يقول من البيئة النية باش هذه يقيم القرآن العظيمة تدمت الزيسين تبغيت أين ريلين يولم البيئة ينك أتعلم تنديد المنطلق ينك أنسارت بذوت الإصلاح ينك يا مذان الذكر العالم من العلماء ذي في سيمتيا ذي في ينصوصيتيا الزيسوين اللاند العالية الزيسوين اللانديريا ماشي دائما هذه خدم نفس الاصلاح، راهي على ثمرة الجزائر، راهي على ثمرة تونس، راهي على فرنسا، راهي على المغرب، راهي على لونجلتر، راهي على لافريك دي سود، خاطر لازم هذه اللي مضحروش هذه عالم داش يقول من خطاب القران ومن خطاب السنه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه عالم في تحديد المنطلق هذه السن ان درى هذه بذو ثكلين سن الاصلاح وكن هذه سقمي وكن هذه ونع يعني ثوزرسي مثلا، وانما اذي قيم القران اكني يسيدي السطر سيدي ربي سبحانه وتعالى غير ثقرا ميروح هذه مثل شبحنا النبي صلى الله عليه وسلم علمني كلام كذا الترتيب الصحابه رضوان الله عليهم علمني كل توراه امرا امشي الترتيب من القران الكريم جمعتهم بعد زمان سيدنا ابو بكر ومن بعد زمان سيدنا عثمان يعني تقريبا بعد 10 سنين ما 12 سنه كيا لانه الخلافه سيدنا ابو بكر تدوم عامين دوزقين ومن بعد الخلافه عمر تدوم 10 سنين ومن بعد تبدا الخلافه سيدنا عثمان تقريبا رويتنا راه 15 سجاسن قميه موت النبي صلى الله عليه وسلم اي نجم يتوجم يعني توكتب كل زمان النبي صلى الله عليه وسلم القران عاود ناس يعني كتبنت استنساخ شوف لان المصاحف فشيت لان الختم للدولة سين سلمت ختم الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان بن عفان وخذ من سبع المصاحف زرع انت يعني كان الولايات الوقت يعني تابع انت الخلافة الراشدة الخلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. أزكى ما يحيي رب العالمين أدن مليل السين سقرد الشاطاس يستقسين عدني 12 يستقسين سقرد يعني أزكى ما يحيي أضغن ربي عز وجل أدن غالي ذواني وكني أدنر في سقسين طنين يلس أدن تايم ذي ثم السنين وكن أتعوم ثم السنين تحقانيث إن شاء الله ينتوالين كني باللي تحقانيث يار إن شاء الله ينسلمن والسلام عليكم وصحة فطوركم.